أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة في حلقة جديدة من استشارات قانونية على قناة الصحة والجمال. موضوع حلقتنا الخلع، ولما نقول لفظ الخلع نفتكر على طول الفنان القدير هاني رمزي في فيلم محامي خلع، والفنان أشرف عبد الباقي في أريد حلا. إيه حكاية الخلع؟ وهل هو بيفرق عن الطلاق؟ إيه الحدوتة دي؟ نعرفها النهاردة مع معالي المستشار عبد السميع أحمد، محامي الاستئناف العالي ومجلس الدولة. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. إيه حكاية الخلع؟ الخلع إن هو زي ما بيقولوا بالبلدي المرأة بتشتري نفسها. نعم. بتخلع، تمام. ده أساسه قبل ما يكون قانوني أساسه في الشريعة الإسلامية. بمعنى؟ بمعنى إن إحنا لو رجعنا نص الآية 229 من القرآن سورة البقرة. نعم. بتقول لك فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم فيما افتدت به أنفسهم. نعم. العبرة هنا بقى فيما افتدت به أنفسهم. نعم. تمام. والسنة النبوية اللي هي زوجة قيس ثابت بن قيس، تمام، اللي هي راحت للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت له إني أكره الكفر في الإسلام. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت بلى. قال اقبل منها الحديقة وطلقها. ده أساس الخلع. نعم. قبل ما ينص عليه المادة 20 في القانون، قبل ما يجي في القانون. قبل ما يجي في القانون. طيب لو قلنا اللي ايه هو يعني ايه الفرق من حيث الاسباب، يعني هل اسباب الخلع بتفرق عن اسباب الطلاق العادي؟ لا، هو مش اختلاف، يعني هو تقريبا في الطلاق للضرر. بس هو اجراءات طلاق للضرر او الطلاق عموما، تمام، بتختلف عن الخلع ان هي مش محتاجة مبررات غير انها تيجي قدام القاضي وتقول صراحة اني أخاف ألا أقيم حدود الله أو أبغض العيش والاستمرار في الحياة. حينما تصرح أمام القاضي بهذا، يعني لو صرحت قدام القاضي، تمام، وجب على القاضي تطليقها بعد أن ترد إليه المهر. طيب عند المهر أعزائي المشاهدين فاصل ونرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين مرة تانية، وكان قبل الفاصل سؤالنا لمعالي المستشار عبد السميع أحمد هو إيه الفرق في الأسباب ما بين الطلاق والخلع، وكنا وصلنا لمنطقة المهر، وهل يختلف المهر ما بين في عملية الطلاق عنه وفي عملية الخلع؟ لا، هو في الطلاق عموما، تمام، هي بتاخد كل حقوقها إذا سواء كان الطلاق للضرر أو لأي سبب تاني، فبتاخد كل الحقوق كاملة بتاعتها. لا، في الخلع بترد له مقدم الصداق اللي هو موجود في قسمه الجواز. يعني لو كاتبين ربع جنيه بتكتب، لو كاتبين ربع جنيه بيكتب ربع جنيه. طب مؤخر الصداق؟ مؤخر الصداق ما هو لسه في حوز الزوج، ما دفعوش اساسا، ما دفعوش، فمش بترده. تمام. بس في نفس الوقت بتنزل له برضه عن باقي الاموال بتاعتها اللي هي زي النفقه الزوجيه، مش ما ينفعش تطلبه متجمد نفقه، ما ينفعش تطلبه باجر حضانه، اجر، تمام، النفقات عموما بتاعتها بتسقط زي نفقه المتعه، نفقه. طب فيما يتعلق بقايمه المنقولات، هل بيبقى فيها حاجه ولا لا؟ هي قايمه المنقولات اذا اثبت الزوج ان هي ملك ليه المفروض على الزوجه تردها ليه. لكن اذا يعني الذهب مثلا، الذهب في الفلاحين وفي الصعيد، في الفلاحين مثلا بتلبس الذهب وبتكتب، تمام، جاي من المهر، المفروض قانون هو يرد للزوج. تمام. لان من ضمن الممتلكات، تمام، القانون في نص الماده 20 قال لك مقدم الصداق المهر على الزوج بقى ان هو يثبت ان الحاجه دي بتاعته اللي هي قائمه المنقولات وخلافه، قائمه المنقولات وخلافه، تمام، او شريط اللي هو مقدم الصداق. نعم. نعم. طيب لو قلنا ايه اجراءات القانونيه اللي الزوجه عن طريق المحامي بتاعها، هل يجوز ان هي بنفسها تباشر دعوى الخلع ولا محامي، وايه الاجراءات اللي في الحالتين؟ هو دعوى الخلع، تمام، من الدعاوى اللي تشترط توقيع محامي على الاقل على الصحيفه بتاعتها. نعم. تمام. الاجراءات بتاعتها بتبدا بانذار، تمام، انذار موجه للزوج بان هي بترد له مقدم الصداق، تمام، وطلب تسويه في مكتب النزاعات. طلب التسويه ده بيبقى قبل اجراء الدعوه ولا قبل رفع الدعوه؟ اساسي. اساسي. نعم. يعني كشكل حاجه بحيث برضه ايه قربوا المسافات ما بين الاسر، بحيث ان هو ممكن لو تراضوا على الخلع في حل المنازعات، تمام، مش هنلجا للمحكمه، مش تلجا للمحكمه. لا، ما وصلوش حل، بتضطر الزوجه عن طريق المحامي بتاعها او عن نفس، فاهمني، ان هي بتطلع دعوه في المحكمه مع
الانذار اللي هي قدمته للزوج اللي هو بتاع ده اساء لقبول بتاع الصداع، مقدم الصداع. ما هو عشان القاضي يحكم لازم يكون في الانذار ان هي ردت له او ان هي حضرت قدام القاضي وعرضت مقدم الصداع بتاعها. نعم. طب بتاخد وقت كتير مع المستشار؟ والله هي بتاخد تمام، عشان اساسا القانون في موضوع عرض الحكم الصلح قال لك على القاضي ان هو يديهم 3 شهور، يعني 3 شهور تمام، ما يقلش عن 3 شهور. لو ليها ولد تمام لا يعرض الصلح عليها مرتين، بينهم على الاقل شهر او 60 يوم بين المره الاولى والثانيه. تمام. فدي السبب في ان هي بتطول شويه في بس برضو ما بتوصلش، ما بتوصلش سنين يعني، ما بتوصلش سنين يعني، ممكن تقريبا سنه. طب إيه لو قلنا اتفقنا ان هو بترد مقدم الصداق، بترد المهر، ما بتاخدش، لا تستحق نفقه زوجيه. طب فيما يتعلق بقى لو في اطفال وحضانتهم، هذه المشاكل الاسريه بقى، المشاكل يعني هل برضو نفس السكه بتاعه الطلاق ولا بتختلف فينا شويه؟ لا هنا يعني بتكلم عن الحضانه، بتكلم عن نفقه الحضانة، التعليم، نفقه قعده الزوجه، قعده الزوجه، مسكن الزوجيه نفسه اللي هو مسكن الحاضنه، سواء كان تمليك او ايجار، سواء تمليك او ايجار هي قاعده فيه برضه، هي قاعده فيه بصفته مسكن للحضانه. نعم. لو كانت لسه، حتى لو ما فيش حكم قضائي بالنسبه لها كده، لو ما فيش حكم بان ده مسكن الحضانه، لا لو في انه حكم مسكن الحضانه ما هو تستمر فيه لحد من الاولاد، يعني هي خلعت خلاص، يعني سين مثلا دي خدت حكم بالخلع النهارده، تمام، هل ترجع لشقه الزوجيه تقعد فيها تاني والزوج يشوف مكان تاني، ولا بتستنى لما ترفع دعوه بقى؟ لا هي بتعمل اللي هو المحضر بتاع اثبات حاله وطرد المسكن الزوجيه، وبترجع بقرار تمكين من مسكن الزوجيه. نعم. مسكن الزوجيه تمام، لو بعد الطلاق بتختلف في الاجراءات بتاعته عن هي متجوزه، يعني لو مثلا راجل طرد الست بتاعته وهي لسه مراته. نعم. القانون قال لك ان المحامي العام بيصدر قرار بتمكينها من مسكن زوجيه بالمشاركه مع جوزها. لكن في حاله الطلاق بيختلف النزاع خالص وبيروح للماده 18 مقرر ثالثا من القانون 25 سنه 1925. نعم. تمام؟ ان هو قاضي الاسره اللي هو بتاع النزاع المستحق. جميل. بيديها استمرار تمام؟ بتسكن بتشغل مسكن زوجية تمام لحين فترة الحضانة، أو هو يوفر لها مسكن بديل إذا كان الشقة دي تمليك. تمام تمام. لكن لو إيجار فهي بتشغل نفس مسكن الزوجية فترة الحضانة. تمام. لا، وهنا إن القانون أوجب على المؤجر إن هو يستمر معاها في عقد الإيجار، ده لو الشقة إيجار. لو الشقة إيجار تمام. أوجب تمام، مع تحمل طبعا الإيجار للزوج. لأن هي هنا بصفتها حاضنه، حاضنه وليست مطلقه او كلام ده كله، يعني موضوع الطلاق او غيره هنا ما بيفرقش، هنا صفه حاضنه. ده بالنسبه لموضوع مسكن الزوجيه. طب نرجع النفقات بتاعه الاطفال، النفقات بتاعه الاطفال لا يجوز للزوجه التنازل عنها لانها ليست حق لها من الاساس، يعني من الأساس. لو طلب منها التنازل عن، طب بعض قضايا الخلع في بيتقال ان هو بيتنازل، ممكن بتتنازل عن حضانه الاولاد تحت الضغط، لا يجوز، يعني لا يجوز. من حقها ان هي بعد ما تحكم بالخلع تمام ترفع دعوه ضم حضانه تاني وتسترد الحضانه. ده في حاله الخلع، في حاله الخلع او الطلاق، او يعني الطلاق. ما لسه كنت اقول لك، طب في حاله الطلاق مستشار، لا هو الطلاق تمام. هي بتسترد تمام الحضانه تمام، لان القانون هنا قال لك حق المحضونين اقوى من حق الام ان هي تتنازل عنه. نعم. يعني هي ممكن تتنازل تمام، بس حق يعني طفل عنده سنتين او اللي برعايته امه، نعم، مش الاب. نعم. عشان كده حق المحضونين اقوى من حق الام ان هي تتنازل عنه، فيجوز لها انها تتنازل عنه وترجع في التنازل بتاعها. جميل. يعني كده نفقه الاعاشه، نفقه التعليم، الكلام ده كله لا يجوز، كله لا يجوز لها ان هي تتنازل عنه لان اساسا مش ملكها. طب سؤال بدل لذهني كده خارج سكريبت الحلقه النهارده، هو الخلع ده طلقه ولا طلقتين ولا طلاق باين ثلاث طلقات؟ لا هو طلقه باينه تمام، على بيفترق هنا، احنا عايزين نفسرها قوي للناس دي. بص يا سيدي، لو مثلا واحد مطلق مراته مرتين تمام وجت الخلع الطلقه الثالثه تمام، يبقى كده بينونه، باينه بينونه كبرى، خلاص لا تجوز له الا بعد محلل. لا، اول طلقه كده ممكن يرجع لها بعد ما يكتب عليها من اول جديد مهر جديد. طب وكل حاجه لو ما طلقهاش خالص وهي راحت رفعت الخلع واتطلقت خلعه برضه بينونه صغرى،
يعني كده يعد كطلقة واحدة. طلقة واحدة. أعزائي المشاهد، أعزائي المشاهدة، خلي بالكم يعني لو زوجتك الكريمة قررت تخلعك دي طلقة واحدة لسه فاضل اتنين ممكن تردها تاني. طب لو رجعنا واتكلمنا عن بعض الحالات في قضايا الخلع، ممكن أكيد مر عليك في المحاكم، إيه الملحوظ؟ يعني قانون خلع لسه ما بقالوش فترة طويلة موجود في مصر أو معمول بيه، ايه 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 الملمح الرئيسي اللي ممكن نقوله كمحامين في محاكم الاسره نلمح نشوف مثلا هل هو الفئه الاولى او المستوى الاول هو اللي مقبل عليه؟ هل العاملات الريفيات وامهاتنا الفلاحين هم المقبلين؟ يعني الفئه الاجتماعيه الاكثر اقبالا على الخلع. والله اقدر اقول لك تمام من خلال تعاملي، تمام، جميع فئات الشعب بتتعامل مع الخلع. ده معنى كده انهم كلهم كارهين بس طبعا لا، بس فاهمني في فئه ساعات بتوصل لحل ودي قبل الموضوع ده كله، خاصه في عائلات صعيد. 90% مثلا من عائلات صعيد او الارياف عموما، تمام، ممكن يوصل لحل ودي قبل ما توصل الخلع. نعم، يعني بيتم مثلا من يعني مجلس العيله دايما يحصل بيلحقوها بدري، بيلحقوها بدري. تمام، عشان موضوع مثلا لا ده مراتك خلعتك برضه ممكن بتثير بعض الامور لدى القبليات بالذات او العائلات. يعني الاعراف داخليا ممكن تسير. اعزائنا المشاهدين، يعني مع الحلول الوسطى في صعيد مصر والفلاحين انهم بيحاولوا يحلوا قبل ما تتضخم وتصل الامور الى الخلع، هنخرج لهذا التقرير الميداني ونرجع لكم مره ثانيه. اعتقد ان الخلع حق للمراه، ودي حصلت في الاسلام عندما احد السيدات قالت للرسول ان لما بتنظر للرجاله بتلاقيه هو شكله وحش وهي تخشى على نفسها، فقال له فقال لها رد عليه حديقته، وكان مديها حديقه هديه، فردت عليه. فاذا في هو الخلع نوع لتجنب الاضرار الثانيه. يعني انا مع قانون الخلع، انا حابه اي واحده عندها حريه شخصيه ان تطلب الخلع من جوزها ان هي تتخلع. انا مش عايزاه يتلغي، انا عاوزاه عشان مش من حق حد اصلا يجي لحق المراه. لكن بالنسبه للطلاق انا عايزينه بلاش ياخد 5 أو 10 سنين عشان حرام، مش عايزين الناس تفتري على الستات برضه. اتفق مع الغاء قانون الخلع السابق، وذلك لان قانون الخلع السابق لم يكن قانونا بالشكل الذي يقال عنه قانون او موضوع قانون للمناقشه. انا ضد قانون الخلع طبعا، مش موافق على الكلام ده ان الرجال قوامون على النساء. الخلع حكم شرعي، قال الله تبارك وتعالى: فان خاف الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لكن قانون الخلع الموجود الان في القانون المصري. ورجعنا لكم تاني اعزائنا المشاهدين، وزي ما شفنا الاراء مختلفه في الشارع المصري مع القبول او الرفض بماده الخلع او حاله الخلع. ونرجع لمعالي المستشار عبد السميع احمد محامي الاستئناف العالي ومجلس الدوله، ونقول طيب هل يساء استعمال الحق في الخلع؟ والله نسبه قضايا الخلع تقول لك ان في اساءه جامده. بمعنى ان انت مثلا النهارده لو رحت على مثال تمام محكمه الكتكات مثلا، ودورت في الجيزه يا جماعه برضو يعني عشان تبقوا عارفين. تمام، كمثال احدى محاكم الاسره، تمام تمام، امسك فهرس الخلع هتلاقي كم هائل من القضايا بترفع في السنه. تمام تمام، بمعنى يعني كل الستات دي مش مرتاحه مع جوازها، كل الستات دي تمام في مشاكل. طب فين الحل؟ فين دور الاسره قبل ما توصل المساله للمحكمه؟ ما يحل مصلحه المحكمه، معلش تبقى صعب، انت عندك عنده هو عنده صعب استحاله تتحل المشكله. يعني اغلب حالات الخلع مع المتزوجين حديثا شباب. نعم، صعب تلاقي واحد مثلا عاش 20 سنه او 30 سنه مع مراته، تمام، بيفكروا يخلعوا. والله مع المستشار، انا كنت في محكمه عابدين في وسط البلد من حوالي شهر ونص تقريبا، راجل عجوز 60 سنه وقعد بعيط مشهد يعني. فبساله بقول الحاجه رفع عليه قضيه خلع، يعني الى هذه الدرجه وصلت مع حتى الاعمار دي سوء استخدام في هذه الحاله؟ ما هو معلش نرجع لسبب الخلاف. انتوا يعني اكتر من 40 سنه عايشين مع بعض، تمام لو اتجوزوا على سن 20، ايه سبب الخلاف يخليها تخلع بعد 40 سنه؟ بعد 40 سنه. طب واللي لسه متجوزين جداد
يعني تفهمتوش ده ممكن لسه ما فهمتوش الخطوبه ولا فهمتوا بعض ده كله جاي بعد ما تتجوزوا بعد ما ده يرجع بقى من اهم اسباب انا متهيألي الخلع اللي هو سوء الاختيار الشريك. نعم. انا لما اختار شريك المفروض قبل ما اجوز بنتي او قبل ما ابني يروح يخطب اتحرى عن الاخت دي او اتحرى عن الاخ ده اللي هي الزوجه المستقبليه. الزوجه المستقبليه معلش انا بدور على مشروع عمر مش سنه او اتنين نعم واطلق نعم. او سنه او اتنين وبعد كده كل واحد يروح في حاله. لا ده مشروع هيعيش معاك العمر كله. تمام. ربنا شرعه للابديه. تمام. لما اجي انا معلش الشكل عجبني المنظر بيشتيك اروح اختارها وخلاص وخلص على كده. تبدا بقى العيوب بتبان بعد الزواج. لا ده تفكيره غير الخطوبه ده مفيش صراحه في الخطوبه تبان كله بعد الزواج. ساعات كله بيبقى متزوق في فتره الخطوبه. مفيش حد بيبقى على طبيعته. انا بالنسبه لي اسمها فتره النفاق الاجتماعي. لان مفيش حد بيقول الصراحه. يعني لما لو انتقلنا من منطقه الصراحه هنا ونقول طيب اجمالا سلبيات حالات الخلع او الماده 20 ايه؟ في نظم الناحيه القانونيه. الناحيه القانونيه هي يعتبر على مستوى حقوق الانسان ورغم ان القانون اقر شيء موجود ليها. نعم. تمام؟ يعني المراه حقوقها في الاسلام كاملة. نعم. مساواة بالراجل في كل شيء. تمام. حتى الميراث. وإن كانت تأخذ نصف الراجل تمام. لا ساعات بتزيد عنه كمان. ساعات بتزيد. تمام. بس واخدة حقوقها كاملة. فالقانون أقر لها حق موجود. أنا بقى أستغل الحق بتاعي في إطار مشروع ولا أهدم أسرة. يعني إحنا محتاجين هنا بنقول إن سلبية حالة الخلع إن هو الترشيد استخدام هذا الحق. الترشيد تمام. التروي قبل الاجراء الخطير ده اللي هو بيفصم عرى اسره كامله ويهدها. يعني احنا لو رجعنا اسره هي اساس المجتمع فانا لما اجي ادي للست او ادي للراجل يا عم طلع براحتك. انت عاوز تخلعي روحي اخلعي. تمام تمام. من غير استهلاك من غير ضوابط الاسره هتتفكك. جميل. وطالما في تفكك اسري خلاص مفيش مجتمع. في انهيار مجتمع. مفيش مجتمع على طول. طب نقدر نقول يعني كده هو حاجه مش عارف هل هي بديهيه تتفهم هو المخلوعه او المخلوعه ولا ما يصحش نقول المخلوعه؟ المختلعه. المختلعه او اللي قامت بخلع جثه دي ترث فيه في حاله وفاته ومفيش حد الا هو ولاده وهي؟ والله ولا هي بتتعامل معامله المطلقه؟ على حد علمي تمام ان هو لو مات قبل الحكم فهي ترث فيه. قبل صدور الحكم. قبل صدور الحكم. يعني حتى وان كان في اثناء التقاضي نفسه. اثناء التقاضي. تمام. لا صدر الحكم هنا الطلاق راجع ليها مش راجع للزوج. تمام. تمام. دي وجهه نظر قالها المستشار عبد الحكم فوده في كتابه الاحوال الشخصيه. نعم. تمام. بالرغم من ان مذهب الحنبلي على ما قريت في بعض الكتب يعني بيقول لك لا مرض تمام الطلاق في حاله المقتلعه ترث. لكن دي ترجع لاصول الشريعه. واسال فيها الشيخ بصراحه. جميل. حضرتك قلت في اثناء ما كنا بنتكلم عن مسكن الحضانه او الحاضنه ان بيمتد عقد الايجار في حاله حياه الزوج ولا وفاته؟ يعني لو احنا قلنا فيه خلاص هو خلعته وعايش لسه برضه موجود في المكان وعايش بيمتد هنا بيمتد. طب في حاله وفاته بعد الخلع بيمتد اليوم بيمتد برضه ما لان عقد هنا بيمتد بقوه القانون. تمام. بدون اعتبار الاخ الشخص اللي هو كان مستاجر. لان ده مسكن حاضنه اتولدوا فيه. تمام. يعني حتى مسكن الحاضنه من اهم شروطه ان يكون الاطفال اتولدوا في هذا المسكن. جميل. تمام. يعني انا ما ينفعش مثلا تكون متجوزه النهارده خدت يومين في البيت بعد كده راحت بيت اهلها واجي اقول لها تقول لي مسكن زوجيه. ده انت ما كملتيش في حاجه. صحيح. تمام. لكن مسكن زوجيه اللي هو كانت مستقره فيه. تمام. اثناء الحياه الزوجيه بينهم. تمام. طب هو سؤال بقى ما اعرفش ممكن عايز المشاهد يعجبك قوي السؤال ده على فكره وخاصه السيدات. هو لم يدخل بها. يعني واحد كتب كتابه ما تعملش الفرح ولا دخل زي ما احنا عارفين فاهمين يعني. هنا هل يصح يعني ايه الشكل العام لطلبها الخلع هنا؟ ما دخلش.
ماشي. ما هو هنا نفس الشكل والاجراءات والحقوق نفس الشكل والاجراءات تمام، لان هو بس هنا القانون قال لك صحيح العقد الشرعي ما قالكش دخل بيها او لم يدخل بيها. نعم تمام. يعني لما قال لك ان هي ترفع دعوه خلع تمام، قال لك بصحيح العقد الشرعي تمام، هو بيتكلم على عقد تمام تم. العقد هنا تم. نعم يعني زي ما احنا بنقول ممكن نكتب كتاب النهارده بعد سنه نخش تمام. عادي. لكن هنا من حقها ترفع دعوى خلع زيها زي الست المدخول بها بنفس الاجراءات. بنفس الاجراءات اه، بترد له مقدم الصداع والحوار ده كله. طب في حته بتحصل دايما الفلاحين ربنا ما بيكرمش كده، وبعد الخطوبه فبيحصل عدم قبول او حاجه فبيردوا الشبكه، اهل العروسه بيردوا الشبكه، هل ده بيدخل في نطاق الخلع ولا هو نطاق الخلع مقفول على منطقه ما بعد الزواج؟ لا هو الخلع عموما انت فاهم الربط ده اه. يعني هو الحديث كان بيتكلم عن حاله واحده متزوجه، الحديث كان بيتكلم عن ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم امره يعني. لكن هل اللي بيحصل بشكل عفوي وعرفي زي ما بيقولوا ان هي بترد كل حاجه، يعني حتى الميديا المصريه او الدراما المصريه كانت بتجيب لك انه بيرد حتى الهدايا يعني حتى الهدايا بتترد، هل ده بيدخل في نفس المنطقه ولا ده عرف؟ لا هو نفس الناس يعني بتطبقه لا شعوريا او لا هو نحن لو اساسا لو رجعنا اساسا مصادر القانون هنلاقيها العرف تمام. نعم. تمام. والشريعه الاسلاميه جميل. ما هو انا عايز اقول ان حتى ان الانسان بيعمله بشكل عقلي تمام معلش الارض ده بسبب خلطه الشريعه الاسلاميه. ما هو يعني اصل هو اتعمل الخلع اهوت وقنن وبقى في نص قانوني يمكن بالمناسبه اعزائي المشاهدين يمكن المعلومه لسه عارفها من معالي المستشار عبد السميع احمد ان هو ما فيش حقيقه قانون كامل اسمه قانون الخلع، ولكن هي نص الماده 20 تمام، وتنظيم لبعض الاجراءات فيه اللي هو الحاكمين والكلام ده كله في الماده 18. يعني مفيش قانون اسمه قانون الخلع. لا مفيش قانون. طب تصحيح معلومه اعزائنا المشاهدين النهارده، لا يوجد ما يسمى قانون الخلع وانما هو نص في قانون نص الماده 20 في الاحوال الشخصيه ولا قانون رقم 1/6/2000 اللي هو قانون الاحوال الشخصيه. قانون الاحوال الشخصيه يعني لو قلنا معالي المستشار اجمالا المواطنه اللي قاعده قدام الشاشه دلوقتي هي وجوزها متجوزين بقالهم شهر، متجوزين بقالهم سنه، 20 سنه، 30 سنه، لو في مشاكل وهي بتفكر سواء كان عن طريق اهلها او جارتها او الاخره تنصحها بايه في ما يطلق عليه الخلع؟ والله افكرها انصحها اولا تمام ان هي تراجع نفسها قبل ما تاخد الخطوه دي كلها، وخاصه لو كان معها اولاد، لان قبل ما تاخد الخطوه دي فكرت مصير اولادك ايه اللي هيتم بعد الخلع. المحكمه طالما اكتملت اركان الدعوه هتخلع ما عندهاش خيار تاني. طالما اكتملت اركانها هتخلع تمام، ده نص قانون اوجب على المحكمه ان هي تخلع طالما اكتملت الاركان. نعم. فانا بنصحها معلش مشاكلك ما تخرجش براكي بنت وجوزك. لو قعدتوا مع بعض هتتحل. لا مفيش مناص من الخلع، تتوجه لاي محامي تمام من الزملاء تمام هيرفع لها الاجراءات وتمشي فيها عادي. الاجراءات. طب احنا طول الحلقه اعزائنا المشاهدين بنتكلم من الخلع وحاطين نفسنا مع المراه. طب احنا لو قلبنا الكرسي معالي المستشار وقلنا ان سعادتك محامي لاحد الازواج المرفوع عليه دعوه خلع. تمام. ايه اللي هتحاول تعمله له يعني؟ هحاول اثبت له صوره عقد صوره مقدم الصداع. نعم. هحاول اثبت له ان هي القايمه ما هي الا المهر المستتر اللي انا دفعه. تمام. بس هنواجه يعني مشكله برضه عشان ابقى صريح معاك تمام، لان صعوبه اثبات الكلام ده لانه يا باشا اصلي في موضوع ان هو لا يجوز اثبات عكس ما هو مكتوب بالكتابه الا بالكتابه. نعم. فدي وثيقه رسميه مثبوت فيها ان انت حبيت تتهرب الاول تمام من دفع رسوم الدوله. تمام. فانت زودت على دماغك في الاخر. اعزائنا المشاهدين يعني الحديث شيق مع معالي المستشار عبد السميع احمد المحامي للاستئناف العالي ومجلس الدوله. الوقت بيجري بسرعه والموضوع مهم قد يحتاج منا حلقه بعد كده. في نهايه حلقتنا بنتقدم بجزيل الشكر معالي المستشار عبد السميع احمد، شرفتنا يا فندم. الله يخليك. اعزائنا المشاهدين في كل الاحوال ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، يعني حتى وان كان الحق بيديلك الحق، يعني الحق الله عز وجل بيديك الحق، ان انت تستعمل حق من حقوقك
نرجو ترشيد استعمال هذا الحق، لأنه قد ينبني عليه ليس انهيار أسرة فقط وإنما انهيار مجتمع. أعزائنا المشاهدين، طابت أوقاتكم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.